تخلد مديرية أنفا اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير، هي مناسبة لكي يقف الجميع من أطر إدارية وتربوية وكذلك من مسؤولين على الأهمية ديال يعني ترسيخ الثقافة المرورية وكذلك يعني تحسيس الناشئة حول مخاطر الطريق والكوارث اللي ممكن أن تقع جراء عدم احترامها. نعتبر المدرسة مشعلا لترسيخ قيم المواطنة وكذلك للتربية والتكوين، فبالتالي هي مناسبة أن من خلال كل ما كاين في المناهج والبرامج بالإضافة إلى ذلك تنظيم يعني عروض تحسيسية من طرف مجموعة من المتدخلين، سواء كانت عروض تطبيقية أو كذلك نظرية أو من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية كمسرحيات وأناشيد وكذلك ورشات الفنون التشكيلية. المحور المهم ديالها هو يعني هذا ثقافة ترسيخ ثقافة المرورية واحترام قوانين السير، تعريف بها الفئة يعني الصغيرة كالتعليم الأولي حتى الفئة الكبيرة ديال الثانوي التأهيلي. هذه مناسبة كذلك باش يعرفوا الخطوره اللي ممكن انها تنتج الى ما احترموش الطريق، وحنا كنعرفوا بان الوليدات هم الاكثر عرضه لانهم واحد في العمر ديالهم صغير، وكذلك حتى في الطريق ديالهم للمدرسه ممكن يتعرضوا لمجموعه من الحوادث. ثم بالاضافه الى ذلك عبر هذا الاشتغال مع مجموعه من المتدخلين في اطار تنزيل الدوريه المشتركه الموقعه ما بين يعني اتفاقيه الشراكه الموقعه ما بين وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي وكذلك الرياضه، ثم وزاره الداخليه، وزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك، والجمعيه الوطنيه للوقايه من حوادث السير، من اجل القيام بانشطه مشتركه. واليوم الحضور ديال الجمعيات المجتمع المدني وكذلك ولايه امن الدار البيضاء هو خير دليل على تنزيل ديال هذه الاتفاقيه الشراكه، لان هاد جميع المتدخلين هما فاعلين في المؤسسه ديالتنا، بحيث يتم تنظيم عروض تطبيقيه من خلال هذاك لو سيركوي اللي كيطبقوا فيه الوليدات القوانين السير، ثم كذلك هناك انشطه ترفيهيه يعني كتتمرر الرسائل والمفاهيم المروريه بواحد الشكل يعني فيه المتعه وفيه فيه واحد الجو كبير ديال التعلم. اذا نعتبر كذلك الاطفال سفراء ديالنا بالنسبه للاباء واولياء التلاميذ، فبالتالي مجموعه من الاطفال كيمرروا هذه الثقافه لوالديهم حتى هما، فهذا هو الدور ديال المدرسه في يعني استقطاب واحد المجموعه كبيره ديال الناس باش يكون الطفل يعني صالح في المجتمع ديالو ومواطن صالح، ونحدوا من حوادث السير الله يحفظ الجميع. بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، قامت المؤسسة بأنشطة تحسيسية توعوية في هذا المجال بحضور وازي للسيدة المديرة الإقليمية والسادة رؤساء المصالح وفعالية المجتمع المدني. لا ننسى خالية الأمن الوطني، وقد قام التلاميذ والتلميذات بمجموعة من الأنشطة وذلك لتحسيسهم وتوعيتهم بمخاطر الطريق، منها المرور حول المدار ديال قانون السير، منها مسرحيات، منها مشاهدة أفلام وأفلام وثائقية، وذلك لتوعية التلاميذ وتحسيسهم بمخاطر الطريق وتحسين سلوكاتهم حتى يتجنبوا ما قد يتعرضون له لا قدر الله من حوادث في المستقبل.
اليوم كتواجدوا في مدرسة عبد الله قنون اللي هي مدرسة ابتدائية، كتعرف اليوم واحد النشاط اللي هو تحسيسي وتوعوي لفائدة التلاميذ المؤسسة. الهدف منه هو أنه جلستوا على أرض الواقع، ما هو النظري يكون تطبيقي، وفعلا عرفوا السلوكيات ديال الأطفال واش نتلقاو الدروس اللي هي مهمة، أنه باش عرفوا المخاطر اللي كتحيهم خارج المؤسسة. كما كتعرف المؤسسة راه كتعرف واحد الحركية خارج المؤسسة، أنه كاين التراموي دابا اللي هو نوع جديد التطور الجديد في البلاد، وكاين بعض الأمور اللي هي السلوكيات اللي خصهم يلتزموا بها الأطفال. اليوم هذا من أجل التوعية والتحسيس راه كتدخل في إطار البناء العنصر البشري باش يكون منتج نامي ويكون في التنمية شارك في التنمية الأساسية. تعرف الطفل عنده واحد اللغة خاصة به، لأن الطفل كاين مستويات، كاين اللي هو العنصر الطفل اللي هو الابتدائي، المستوى الثاني، المستوى الثالث. كان عندنا طرق بدائية اللي كنتعامل مع الطفل على حسب المستوى ديالو، وكنخليو أنه يتلقن بطريقة اللي معقلة، وكندير معاه تمارين ودروس باش نعرفوا السيد واش تلقى ولا خص مازال نجتهدوا نشوفوا شنو الطريقة الأنسب. بعض المرات كتكون مختلف العمرية، كتكون مختلفة في التفكير، ولكن حنا بحكم الخبرة وبحكم التجربة ديما كنمشيو للطريقة ديال التشخيص اللي هو غيعطينا نجاعية في الموضوع من أجل الخروج بخلاصة أشنو غيكون الطفل اللي غيتلقى إن شاء الله. تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.